صباح النور، صباح الفل والياسمين الأحلى وأغلى أخوات عندي. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا فيه. اليوم بديت معاكم نهاري بعد ما قمت وركحت الصغار وفطرنا وركحت الكوجينة كما قاعدين تشوفوا. أما عندي قضية تستنى فيها ما نحكي لكمش، هاكم معايا وتشوفوا شنو باش نعمل اليوم. أما قبل كل شيء باش نوريكم راجلي مشي يجيب لي الفريز دي مع الصباح باش يلقى لي الفريز يلقاه على الصباح. وكما تعرفوا اني كما قلت لكم اكثر غله نحبها هي الفريز، الاخر الكل ما نشتهيش وماهوش لازم معناها نشري، اما نحب الفريز على الاخر. جاب لي زاده كريمه نتاع فريز، قال لي انا شيخ روحك بالفريز، كي ما نلقاوش الفريز انا تعوض لك الكريمه. وليت قلت علاش ليه نعمل تارت سكري تارت بالفريز، عندي شويه فرينه وعندي الزبده، معنى مكونات بريسك الكل عندي. قلت خلي نحضرها معاكم، حويجة هيك أول مرة نعملها في القناة، والحقيقة أول مرة زيدة نعملها في حياتي والله العظيم. قلت بلكش قبل ماشي في بالي ماهيش بنينة اللي تارت، وجربت معاكم تارت سليق وتكم راني زيدة أول مرة نعملها في داري، عجبتني على الأخر. والمرة هذه باش نعمل التارت بالفريز زيدة أول مرة، هذه نوري فيكم البنينة في الكربونات سودا باش نحط فيها شوية. اذا ما عندكمش نجموا تعوضوا بالخميره نتاع مرطبات، هو جوست هيك كمحسن برا باش يعطاك الهشاشه وما تجيش البات ملكده ولا كيفاش، بالرغم اللي هي بالزبده كل سفا معناها تجي باهي على الخر. حضرت كل شيء، خديت الميزان خاطر ديما تسالوني على الحكارات بالميزان، هاني اليوم عملت لكم بالضبط. خديت 250 غرام فرينه، 100 غرام زبدة، 250 غرام فرينة بالمغرفة جاو 17 مغرفة، 100 غرام زبدة جاو مغرفتين كبار زبدة، شوية ملح، مغرفتين كبار سكر، أصفر متاع عظمة، وخذيت مغرفة صغيرة كربونات سودا. ولا تنجموا تعوضوا كما قلت لكم خميرة مرطبات باش مش نعجنها، معناها هيك نقادي شويه كل زبده نخلطها مع الفرينه، نبسس الفرينه بك الزبده هذيك باش من بعد كيف نطيبها كل تبدا زبده شربتها الفرينه ما تسيحش ولا حاجه. ومن بعد باش نبدا نزيد في الحليب بشويه بشويه، يعني يمكن احتاج مني كيس نتاع حليب، كيس هذاك نتاع الحليب. انتوما هاكم عينكم ميزانكم كيما عملت اني بالضبط، المهم تجي البات تبدا طريه وما تبداش يابسه. ديما حاولوا انكم البات فيه في اي نوع نتاع حلو كبسكوي بشكوت حاجات كيف ما هيك، كل ما تكون العجينه طريه كل ما تجي هشه وتجي ابن برشا انها تكون يابسه برشا. كيما زاد الكرواسون لازم يكون طري شويه، منه هو يعاونكم في الخدمين في الحلين العجينه، ومنه يجي ابن ما تجيش يابسه كعبه الكرواسون. نقعد نزيد في الحليب بارد مش ماهوش سخونه باش ما يذوبش الزبده، نبدا نزيد فيه لين نتحصل على العجينه كما شفتها طريه شويه ماهيش يابسه، باش نغطيها ونحطها في الفريجيدير ونمشي نشوف شنو الشوله اللي يستنى فيها اليوم. ومن بعد كيف نكمل نلقاها حاضره ونحضر عشويتي ونحضر اقعيتي. من بعد حضرت السطل نتاع المسحان، بعد ما كملت عمل دوره في الدار نظمت كل بيت لقعد، نظمت بيت نومي وخرجت الفرشه لبرا، هذوكم كل ما وريت لكمش خاطر من الحقيقه ما كنتش باش نصور. حكيت زيد التواليت، حكيت السال دو بان، وقعد لي كان المسحان الخفيف، مسحان خفيف زيد على الاخر على خاطر ناويه معناها نخرج كل بيت وحدها الصاله باش ناويتها ان شاء الله بقدره نتاع ربي غدو. والبيت النوم سدا وكل حصيلو عملت مسحه خفيفه كما قاعدين تشوفوا، بالرغم الحاجات هذوما كل يوم نعملهم وكل يوم نلقى لازم باش نلقى كل تراب ونلقى ما نلقاهاش نظيفه معناها مستحيل مستحيل، حتى كل يوم نمسح وكل يوم نفس الحاجات.
كما شفتم ما خرجت الزرابي، هزيت كانت تبي الفوقانية كهو، وكملت عديت بطبيعة الكلوار آخر حاجة باش نكمل نمسحها، ومن بعد نكمل قضيتي في الكوجينة. مادام اليوم عندي تبش ديما مربوطين ببعضهم، عندي تبش وتراس مربوطين ببعضهم، ما نحبش ننشر دبشي وتراس فيه تراب وعجاج، وخاصة ليمتها هذوما كل كانوا فما مطر وعجاج، لنجمت نغسل التبش، لنجمت نغسل نصيق البريكن، هاك علاش تجمل لي برشا تبش اليوم. وكملت بطبيعة عملت التراز المسخ على الاخر، هاكم معايا وان شاء الله الفيديو يشجعكم وتقوموا حتى انتم كيفي للدار وللحركة.
وهني باش نخرج تبش، قلت لكم اني دائما صيخ في التراس، اكيد قاعده نغسل في التبش. غسلت الغسله الاولى وهذه غسله ثانيه قاعده نحي فيها، وتوا باش نحط النابيت اللي فرشتهم في الكوجينه جملوا لي لخاطر عندي برشا ما غسلتش التبش، ما نحبش نغسل التبش كي بدا مطر وكل نقول زيد باش يتعاود تمسخولي وما يسيحوش. حطيت النابيت اللي نغسل اللي نفرشهم في الكوجينه، وحطيت المنادل، حطيت سائل التنظيف اللي نغسل بيه، وحطيت شويه جافيل، مش مساسه نغسل بجافيل كان المنادل ولا النابيت. تبش بنتي زاده نغسله ونعمله دوره وحدها ونحط لها سائل التنظيف هذاك العادي. فهم برشا قالوا لي شبيك ما تغسلش باش بنتك بالصابون الاخضر. الحقيقه ما عنديش بال، معناها ما عنديش ساعة بال اني باش نقعد نغسل التبش وحده وكله، وهي معناها كل يوم تبديله كما تعرفوا الصغار، وساعات الاكثر اذا نبدل لها الكل، مع الكل متريك والخلعة للكولون كل شيء يتبدل كل يوم، برس كل يوم ساعات هاني نغسل لك التبديله باش ما يتجمليش كل نهار. كي بدا ما عنديش برشا قضيه كل يوم نغسل لها تبديله اثنين، اما كي بدا مطر كيف ما هيك ما نحبش نحطه لها في نقول تراب وكل وجلدتها مازالت حساسه وكل، تجمل لها التبش اللي تحطيته دوره في الماكينه واني لكثر نحطه نغسله عادي، معناه في الصحيح وحده نغسله ما نغسلوش مع التبش العادي، نحطه وحده ونحط صابون العادي. ساعات نحط نذوب الصابون الاخضر حصيلو ايد منا وايد منا، يد تمزح غادي ويد تصيق غادي، ايد عرفتو اللطف يا ربي نعم في المونتاج، وحسيت روحي هبلت. كملت فرشت الدار كما شفتوني، ومن بعد دخلت كملت نشرتك النابيت والمنادل الكل خرجتهم ومعناها ونشرتهم سعي. قعدت لي كان تصيق الكوجينه حكيت الكوجينة ومسحتها وكله. من بعد باش نكمل التراس اليوم وحلت خاطر صيقتهم هما اول واحد التراس في البركونة، قعدت كنخمم زعما نخرج الميل على البركون ولا على التراس. من بعد قلت خلي نخرجه هني ونكمل نعمل تصيقه بيا خاطر ديجا مشيت وجيت فيه واني نشرف التبش. كملت صيقته، من بعد دخلت ارتحت شوية وفطرنا وكل، وش نقوم نعمل التارت نشوفها كيفاش باش تطلع، وان شاء الله يا ربي تعجبني وتعجبكم.
باش نحضر الكريمة اللي باش نحشي بها التارت، كريمة الزبدة بنكهة الفراولة. هي خاطر كيما قلت لكم تجي بالكريمة بتاع الفانيليا، واني عندي الكريمة بتاع الفريز قلت خلي نعمل بها، واني الحقيقة كنت باش نعمل الكريمة اللي طيبة هذيك العربي اللي بفص عظمة صفرة وبنشي ولا فارينة كل حصيله، اما خاطر تعبت شوية قلت خلي هذه اسهل، هنا نحطها ديريكت في دقيقة تحضر، باش نوريكم حاجة سهلة على الاخر تستسهلوا بها تطيب الكريمة. شفتوا حطيتوا لحليب يغلي حتى لين يغلي، وحطيت الزوز باكوات الكريمه والسكر، وخلطت عليهم شويه حليب، وباش نصبهم على الحليب المغلي في دقيقه في ثواني تحضر الكريمه، كريمه اكسبريس في ساعه في ساعه ما تحضر. على قد ما كنت نستصعبها وما نحبش نطيب الكريمه، على قد ما وليت نستسهلها على الاخر، ديما نعمل الحكايه هذه في ساعه ما تحضر، انا حضرت ساي. وهني جيت باش نحضر التارت، خليت الكريمة تبرد، لازمها تبرد بالقدي اللي انتجمت باش نزيد عليها الزبدة ونخدمها وتولي معناها كريمة متاع زبدة. لازم الخطوة متاع الزبدة، ما كانش الكريمة كما تعرفوا الكريمة كي تجمد كيفاش تولي الحقيقة ما تتاكلش، حتى كي تقعد من غدوة ما تتاكلش، اما كي تزيدوا فيها الزبدة تبنين وتولي هيك طرية وسوبل، وقد ما تقعد عادي ما يصير لها حتى شيء. حليت العجينة بشوية فرينة وحطيتهم في المول متاع، حطيتهم في الطبق متاع التارت. الحقيقة الطبق هذا اللي عندي ما هوش باهي بالكل، ميطلع لك شكل التارت، ما تعرفوا التارت كيفاش يجي تبدأ هيك فيها خطوط خطوط، هذا حسيتها البلار الطبق بلار ما يجيبها لكش مزيانة كيما كيبدا طبق إينوكس ولا كتيفال هكوما. حبيت كان استويتها على قد ما نقدر حصيله، ونقديتها بشويه بالفرشيطه باش ما تتنفخش ولا حاجه، لازمها كما تعرفوا التارت والباركيت كما كل يجيوا جواد على الاخر. عملتها بالفرشيطه ودخلتها الفور على 180 درجه من الفوق ومن اللوطه، يمكن 15 دقيقة هكاك حتى لين تاخو لون مزيان لون دوري. تنجمو تخليوها بيضة، تنجمو تعملها دوري كما عملتها اني حبيت نعملها كدوري ونتأكد على الاخر اللي هي طيبة. تدخل للفور نطيبوها، من بعد نخرجها نعملها بالكريمة. من بعد ما الكريمة بردت على الاخر لازمها تبرد السنارة، وكي تحطوا فيها زبدة تذوب بالزبدة وتولي مطعمها تجي كل شيء كان كريمة زبدة. بعد ما جبدت حطيتها في الخلاطة، تخلطوها بالخلاط الكهربائي وزدتها 3 مغارف كبار زبدة ونخدمها بالقدي. ما ديش تحطوا فيها راهو كريمة من غير زبدة، خاطر كما تعرفوا الكريمة كيفاش تولي هيك ما عرفش كيفاش، اما الزبدة هيك تخليها طرية تخليها سوبل، وحتى كي تقعد من غدوة تتاكل عادي تقعد طرية ما تبداش يابسة كيما الكريمة. حطيتها في ساشي في بالي باش نتفنن هكا ونزينها بالقديها، كنت شوف كيفاش عملت. خديت الفريز باش نقصو باش نزينها بالفريز، وباش نعملها بالدقلة في بالي باش نعمل كعبة دق بالتمر وكعبة بالفريز. من بعدك حسيتها باش تجي بالفريز ازين، وليت عملت كعبة فريز وكعبة شطر دقلة وشطر فريز. من الاول حبيت نتفنن كما قاعدين تشوفوا، حطيتها في ساك ودرا شنو ونكتة نكتة نكتة، وبعد فديت كما تشوفوا فديت على الاخر، حطيتها هكاك وحليتها بالمغرفة. الحقيقة عجبتني على الاخر، ما كنتش نتوقع هكاك، مانيش ما نحبش التارت خاطر قبل جربتهم وهكا حسيتهم ما نجحوش معايا، من بعد كي عملت السلي عجبتني على الاخر على الاخر على الاخر، بالرغم عملتها بالزيت ما عملتهاش بالزبدة، وهذه اللي بالفريز عجبتني على الاخر بنينة وتبارك الله. معناها اكليناهم ما شاء الله، من كنت خايفة شوية هكا علاش كنت باش نعمل كعبة سلي وكعبة سكري. من بعد الحقيقة بنينة على الاخر، واني نحب الفريز عجبتني برشا،
وان شاء الله هنولي ديما نعملها. وهاكم انتم تتفنوا في الـ في الـ في الغلة الموجودة عندكم، بتحبوا تعملوا بالفريز، بالدقلة، بالبنان، بالتفاح، تجربوا تعملها حتى مخلطة الفرويلي عندكم الكل، حصلوا حاجة بنينة على الاخر. وخاصة الكريمة اللي بنيت، ماذا بيكم ماذا بيكم تاخذوا كريمة متاع فانيليا، خاصة انك باش تعملوا نوع اخر متاع غلة. اما كان باش تعملوا فريز مثالش، نجموا تعملوا كما عملت اني. اما مثلا كان باش تعملها بالتفاح ولا البنان، الحقيقة ما تجيش كريمة متاع فانيليا. هذه كعبلولة متاع الفريز. ما تضحكوش على الدورة، ذمة ذمة اللي عملتهم، ما هيش مزيانة وليت بيهم. اما شش نعمل، حبيتك كي نجرب خبيزة يا اخي ما جاتش بالقدي. وهذه بالتمر، بالدقلة والفريز. وذوك الكعب اللي بفري ولن. نذوقهم ونقول لكم بنين ولا مش بنين. مش نحط شوية بخور، كيما تعودتوا بيا كيف ما نكمل لازم اكل تبخيره. نحطو بحذير هني. وهذه قعيتي كيفاش باش تكون. حضرت قهوه عربي، هذه التارت متاع الدقلة. هاي هاي ولدي ساي ما عادش يستنى. تحب هذه ولا هذه؟ انا اقصلك منها، انا اقصلك أبايا على فريزة. تحبش التمر؟ طب هو تاسوك يا مل، تاسوك يا مل تاكتي. هاي هاب شو قصك متاسي. هاكم شفتوا كي قصيتها كيفاش هيك تفتفت على خاطر هشوشة ما شاء الله وبالزبدة مخدومة. وكي الحاجة ما تعجنوهاش تجيكم كيما هيك تتفتفت، و معناها بنينة مش شكل كيف العجينة، قش عليها عجينة. ان شاء الله يا ربي تجربوها وان شاء الله تعجبكم، ومتأكدة اللي هي باش تعجبكم. كما قلت لكم حالوا انكم ما تعملوها بكريمة متاع الفانيليا، اذا باش تعملوا انواع اخرى متاع غلة. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك، نحبكم برشا برشا برشا، وبسلامه.